يا بيوت سيوس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت سيوس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي. هلا 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 يلا يا بلدية، شمر دراعاتك الدنيا اهية، ونباع العمر في سوق المانية. رفاقة حنروح السوق نجيبه، ونعود ونغني عالسمسمية. ليكي يا مدينتي يلي سمعتي. أنا اسمي أم كلثوم محمد منهي، من مواليد السويس سنة 56. مامتي وبابايا هما أصلا مش من السويس، هما أساسا من الشرقية، بس هما لما اتجوزوا نزلوا السويس وعاشوا فيها، وأنجبونا كلنا في السويس، كل إخواتي يعني. بابايا كان تاجر، يعني كان تقريبا بيتاجر في كل حاجة، يعني مفيش حاجة ما يعني أعرفها ما تاجرش فيها. مامتي كانت ست بيت، وكانت السويس جميلة وكان فيها بحر، وكنا بنروح البحر ونصيف، وكناش بنطلع بقى لإسكندرية ولا الحتة دي، إحنا عندنا بحرنا، كان بحر جميل وحلو. وكانت بلد صناعية وبلد تجارية، وكانت فيها كل الميزات، يعني كناش كناش بنطلع براها. كانت الشوارع نظيفة جدا وكانت حلوة، والبيوت حلوة، الناس عارفة بعضها، والجيران نعرفهم ويعرفون، أكننا في البيت كله أكننا أسرة واحدة. أنا والدي توفى 3 مارس سنة 67، قبل الحرب بثلاث شهور. في الأول كانوش بيضربوا على البيوت، كانوا بيضربوا إيه يعني جيش لجيش كده، ابتدوا بقى يضربوا على البيوت. وكان في يوم كده أخويا طالع يبص من فوق العمارة، من سطح العمارة، فلقى شركة البترول بتاعت السويس دي بتولع، فنزل يجري وقال لنا الحقوا ده بقى يضربوا، على الشركات، بقى شركات البترول، يضربوا على المباني. ابتدت الناس تخاف وتمشي، وفعلا احنا مشينا مرتين. مرة بعد ما خلصنا دراسة رحنا، ماما قالت تعالوا بقى ايه نروح نزور الشرقيه. رحنا عند ناس قرايبنا، يعني خلينا يعني بيت هناك، فرحنا لهم، قعدنا شهر، وبعدين ايه قلنا لا نرجع بيتنا بقى. لما رجعنا بيتنا بقى صدر قرار تاني، قالوا لا بقى خلاص الدراسه هتتعلق، ومش هيبقى في دراسه السنه في السويس. اليوم اللي انا خرجت فيه اخر مره اخرج فيه من السويس، اليوم ده ما انساهوش ابدا. كانت المفروض احنا يعني سافرنا على دفعات، نروح نركب الاتوبيس اللي هو الاتوبيس السفر يعني دوت. مامتي وجزء من اخواتي سافروا الاول في يوم قبلنا، واحنا بقى سافرنا تاني يوم. فاليوم دوت يعني كانت المفروض احنا هنركب الساعه 3، الساعه 2 بالظبط قامت إسرائيل قعدت تضرب على السويس ضرب فظيع، لدرجة إن إحنا أخدنا، كان ناقص ساعة يعني عقبال ما نروح المحط، أخدنا الشنط وقلنا إيه ننزل نروح بقى إيه، عشان قبل ما يقفلوا الدنيا. أنا كان لما يعني الضرب بيقوم ما كانوش بيخلوا حد يمشي في الشارع. المهم يعني لسه كانوا بيضربوا، فأخدنا الشنط ومشينا بسرعة، وإحنا بقى ماشيين في الشارع الناس عمالة تقول لنا الأطفال اللي ماشية في الشارع دي ما تمشيش، وكنا ماشيين تحت البيوت يعني بنستخبى كده من الضرب. المهم وصلنا للمحطة وركبنا الأتوبيس ومشينا، إحنا ركبنا الأتوبيس ومشينا من هنا، قالوا بعد أنتوا ما مشيتوا على طول ما فيش يمكن 10-15 دقيقة والمحطة دي اتضربت. طبعا الاغنيه دي انا كنت بسمعها بعيط، ومامتي بقى في مقطع كده منها كان بيغني فيه بيقول قفلت بيتي وسكت دكاني. فكانت فعلا يعني لما جوزها توفى ومكتبه اتقفل وبيتها اتقفل وهي سابت البلد كلها ومشيت، فكانت تقعد تعيط بس الله يرحمها.